قال له شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي. سيادة اللواء اهلا بيك، ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتي للبشمهندس عدلي. ازيك يا سيادة اللواء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ القرارات النهارده يعني حطت النقاط على الحروف، وانا لسه كنت بقوله قضت على كل الرغي والاجتهادات اللي ملهاش لازمه، فعايزين نعرفها منك بقى وبالتفصيل. طب تمام، بس يعني تسمح لي اهني الشعب المصري، اهني منتخب مصر، رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره، كل اعضاء الفريق والجهاز الفني والشعب المصري اولا بالصعود لكاس العالم. الحمد لله ربنا كرمنا، وانا قاعد بفرج عليكم من الاول، يعني من اول حلقه. ارجو بقى الاعداد الجيد للفتره الجايه، يعني احنا مش وصلنا وخلاص، يعني مش عايزين بقى حكايه التمثيل المشرف ودي احنا رحنا كاس العالم وخلاص. يا ريت يبقى المنظر بقى يبقى كويس هناك ان شاء الله، والمظهر وفرقتنا يعني باذن الله ربنا يكرمهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وحضرتك النهارده احنا يعني مجلس الاداره قرر الانتخابات ان شاء الله، يوميا الاجراء الانتخابي يوم 30/11. انتخابات الاهلي 30/11. 30/11 ده يوم خميس. جالنا جواب الجهه الاداريه بان احنا نتلافى يوم 24 و25، لانه في انديه كتيره جدا في هذا اليوم. فكرنا في 26، بس في نادي الجزيره وانت عارف ده جنبنا، هنقفل المنطقه خالص عشان يبقى يوم سبت. فلقينا رجعنا اجنده الدوله الاجازات الرسميه، فطلع يوم 30 ان شاء الله ده اجازه رسميه بمناسبه مولد النبوي الشريف. ايوه، فقلنا لان كنا يعني مجلس اداره كان مصر على حكايه ان يبقى يوم اجازه عشان ما نرغش الناس اللي عندها شغل، اللي بيخلص الساعه 5 مش هيلحق على ما يجي وما لقيش مكان يقف، ويوم الاجازه دايما المرور حضرتك بيبقى ايسر من ايام العمل العاديه. صحيح. لقينا انه بناء على جواب الجهه الاداريه وان يوم الخميس ده متاح، فعملناها خميس واجازه، ويبقى كده اكنه يعني زي الجمعه ويوم 10 رسمي. تمام، وهو اللي انعقد ليوم واحد يا سياده اللواء. يوم واحد. طيب، وفتح باب الترشيح؟ احنا هنعمل اعلان ان شاء الله يوم السبت الجاي. في باب الترشيح بيفتح من اليوم التالي على طول. انت عندك استاذ قاعد قدامك كراجل مدير النادي وعارف كل التوقيتات. اما هو 45 يوم. ها؟ 45 يوم حضرتك. احنا يبقى انت يوم هتفتح يوم 15 اكتوبر. تمام. اكتوبر. تمام. صح؟ تمام كده. جاي لك شغل حلوين انت الشهر ونص الجايين دول. ربنا يكرمنا كلنا بقى ان شاء الله. ربنا يكرمنا. انا بس ليا رجاء يا استاذ شيرين، ويمكن انت مش محتاج هذه النصيحه مني، انما انت اقدر دلوقتي مني كمان لان الظروف كلها قدام عينيك. ارجو ان العاملين يشدد عليهم كما تعودنا دائما انه ما يدخلوناش في حاله انقسام اكتر، وما لهمش دعوه بالانتخابات، هم ليهم دعوه بشغلهم، كل واحد الامن يخليه في امنه، الشؤون الاداريه والاشتراكات، لان دول عليهم عبء كبير جدا في اليوم ده، وانت تعلم هذا، انت قدت اكتر من جمعيه عموميه بنجاح شديد. فنتمنى برضو بنفس الحسم يكون التعليمات دي واضحه. لا بص حضرتك، التعليمات دي اوريدي طلعت مع التمثيل الدراسي واصله لكل العاملين في النادي، ان هو دول بيشتغلوا للنادي الاهلي مش بيشتغلوا لمصلحه اي مرشح اي مكان، فالمطلوب منهم تاديه عملهم عشان نظهر الجمعيه العموميه بالمظهر الحضاري اللي احنا معتادين عليه في النادي الاهلي، دون ما ندخل نفسنا انا مع كابتن عدلي مع كابتن ابراهيم مع علي، انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص. اذا كانت انا عدل وليا حق التصويت لما اخش اقف عند الصندوق احط اللي انا عايزه، احط صوتي وارجع شغلي، ما دام بشتغل ده شغلي اقف اشتغل شغلي محايد للجميع، ادي العمل اللي عليا كل واحد مكانه فقط، اكتر من كده لا له انه يعمل دعايه ولا له يتحرك في اي اتجاه. وفقا للائحه الاسترشاديه المدير التنفيذي بيدير العمل كاملا، هل بتشكل معاه لجنه ولا هو فقط المنوط به الاشراف الكامل؟ لا هو انا الاشراف الكامل حضرتك مع العاملين في النادي، انا يعني بحدد طبعا بالنسبه للخيمه مين هيبقى معايا، بالنسبه للصناديق، يعني كل احنا عاملين يعني كذا كذا حد هيشترك في القصه دي او العاملين في النادي كلهم. وهنشرف بالكامل عليها، بالاضافه بقى للاشراف الجهه الاداريه هيبقوا موجودين ان شاء الله، والقضاه الاجراءات العاديه يعني. يعني في اشراف قضائي وفي اشراف من الجهه الاداريه، وبيبقوا اعتقد بيبقوا الثلاثه على الصندوق، واحد من النادي، واحد من الجهه القضائيه، واحد من الجهه الاداريه، وكل الامور يعني الاداريه في ايد حضرتك. تمام كده.
تمام. الموضوع الشيخ زايد وتصويت اعضاء الشيخ زايد محسومه قانونيا مش كده؟ لا يا فندم، هو انا ان عضو الشيخ زايد ليس له حق حضور الجامعه القوميه. عضو الفرع عضو الفرع. وانه هذا الفرع اعضاء حصل على حكم قضائي بحق حضور الجامعه العموميه. ايوه. فارجو الافاده بالراي. هو يقول لي بقى ادرجهم هدرجهم، ما تدرجهمش مش هدرجهم. بالظبط يعني. بس في جزء من اعتقد من الاعضاء وفقوا اوضاعهم. وفقوا الاوضاع، ودي كان شرط الجهه الاداريه في ان هم يبقوا عضو عامل. عضو عامل انه يدفع الفرق مش كده؟ تمام كده، بس يكون فات عليه سند. زي ما حضرتك عارف لا، اللي ما فاتش عليه سند ده ملوش الحق في كل الاحوال. بالزبط. سواء دفع كده او ما دفعش، لكن اللي فات عليه سند واستكمل المبلغ عضو عامل، عضو عامل عادي يبقى عادي. بس فات عليه سنه من تاريخ توفيق العضويه ولا ولا اكتساب العضويه من الاصل؟ لا، هيبقى عامل العضويه من ثلاث سنين. لا، ده يبقى اكتساب العضويه. اكتساب العضويه بعد ما دفع الفرق. يعني عضويته في الشيخ زايد. ايوه، من تاريخ سداد الفرق. تمام. دي نقطة مهمة قانونية، لأنه تحول إلى عضو عامل كامل الصفة مع دفع مع دفع الفرق. أنتوا بعتوا تسألوا الجهة الإدارية هترد عليكم. بالظبط كده. واللي هتقوله لكم هتلتزموا بيه. بالظبط، عشان نتجنب أي مشاكل بإذن الله. بالظبط. نتمنى إنها توافع على إنهم يدلوا بصوتهم يعني. يعني نتمنى، لأنه أنا أعتقد برضو يعني أنا بكلم بقى مع القناة بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي. ايوه. انه يعني اذا كان اعضاء الشيخ زايد رفعوا قضيه عشان يبقى حق الحضور، اذا الجهه الاداريه قالت ادرجهم هدرجهم، اذا ما قالتش يبقى اذا انا خارج الموضوع كنادي اهلي. بالظبط، انت هتنفذ اللي بيتقال لك. انا بالظبط بالظبط. بس طبعا اجراءات بقى الباركينج واجراءات الحاجات دي والركن والدعايه وبتاع والندوات انت مرتب لها خطه مش كده؟ تمام حضرتك. هو بالنسبه للباركينج والكلام ده كله انا هرتب مع حضرتك، يعني ان شاء الله اتوجه. وهيعلن هتعمل قرعه برضه بالنسبه للندوات وكل حاجه. هيعمل قرعه بالنسبه للندوات، ويبقى نفس المكان ونفس كل مرشح على الرئاسه على تكاليف الندوات. يعني هتثبت المكان بتاع الندوه ويبقى القرعه بتحدد التواريخ. بالظبط كده. انا بس بتكلم بالتفاصيل ليه؟ عشان ما يجيش حد يجتهد ويلخبط لنا الدنيا. لا لا لا. تمام يا سياده اللواء، في اي ايضاحات اخرى؟ لا، شكرا يا فندم. طب احنا ما ينفعش بقى تبقى معانا واحنا بنتكلم على اهميه حضور الجماهير ايوه وطلب النادي ان هي نزود عدد الحضور في مباراه النجم ان شاء الله من غير ما تقول لنا ايه الاجراء؟ والله حضرتك احنا يعني متواصلين مع الامن، ويعني زي ما حضرتك قلت شويه انه احنا طلبنا العدد ب 60. يعني نتعشم ان شاء الله ان تتم الموافقه بعد المظهر الحضاري للجمهور امبارح، والمظهر الحضاري لجمهور النادي الاهلي في ماتش الترجي الاخراني. فاعتقد ان اصبح ما عندناش مشكله، الناس بتلتزم في الدخول والخروج، واحنا كمان ملتزمين، ويمكن قصه الحجز او البطاقات اللي احنا عملناها عدد كبير جدا. دي اريح كمان، دي خطوه اريح يعني. بالظبط بالظبط. يعني ما بقاش فيه السوء السوداء، واحنا فتحنا اوريدي النهارده حضرتك او من امبارح بطاقات تاني للجمهور عشان الناس تبتدي، عشان اول ما تيجي التذاكر تسلموا التذاكر. ما وليد مهدي قال لي 20,000، السيستم دخل عليه 20,000. بالظبط كده. فاحنا وقال لي لو يوفقوا لكم على ال 60 هيدخل كمان 30 او 40,000. بالظبط، احنا سيبها مفتوحه خالص، يعني اي عدد هيقدم خلاص السيستم بقى بيسمح دلوقتي بيستوعب العدد، اي عدد يتقدم لطلب البطاقه. ونامل ان شاء الله ان الجهات الامنيه شافت اهميه الجماهير وشافت حتى تاثير الفرحه عند الناس في مباراه كبيره زي كده، فنامل ان شاء الله مزيد من التعاون فيها يا سياده اللواء. ان شاء الله يا فندم. واظن كمان نفس تنظيم عمليه الدخول والخروج والتفتيش، كل الاطراف اتدربت، يعني حتى الشركه الخاصه تدربت، حتى الامن تدرب، حتى المتفرج نفسه اللي رايح تدرب على انه خلاص دي اجراءات طبيعيه وامتثل لها. فاظن اللي يعني جاي باذن الله هيكون سهل وجميل يعني. يعني طبعا. وهو ولا شفنا شماريخ ولا شفنا حاجه غلط ولا شفنا اي شيء يعني. الامور بترجع لطبيعتها اهي. شوف برضو المظهر بتاع الجمهور اللي جه حضر في التتش. التدريب اللي قبل السفر. ادى رساله كويسه. يعني زي ما بيقولوا، مش بقول للامن الامن الداخليه طبعا كله ده عمل مجهود. لا، اللي يدرس
دخول الجمهور ازاي لملعب طوابير، ولما اتملى قلنا لهم يا جماعه جوه اتملى، قالوا خلاص حاضر، خدوا بعضهم ومشي. هو ده هو ده الالتزام. تمام، شاكرين يا شكرا جزيلا للواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي.